السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أجواء لطيفة تشهد المحافظات الشمالية للسلطنة من خلال تواجد السحب وأجواء ماطرة أحيانا بسبب تأثيرات السحب الحاضرة على الجزء الشمالي من السلطنة، محافظة مسندم وأجواء المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وكذلك المحافظات الجبلية هناك على جبال الحجر. ذلك بسبب تأثير امتداد أخدود لمنخفض جوي يؤثر على أجواء شمال شبه الجزيرة العربية وبما في ذلك أجواء شمال السلطنة. حاليا تتواجد بعض السحب المتفرقة على سواحل بحر عمان وبعض المناطق الجبلية وفرص الأمطار تبقى حاضرة ومحتملة بحول الله خلال ساعات هذه الليلة وحتى أيضا النهار القادم، وقد تتشكل بعض الخلايا الرعدية أحيانا على المناطق أو على البحر بالقرب من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان خلال ساعات الليل، في حين تبقى الأجواء مستقرة في باقي أرجاء السلطنة مع تراجع أيضا واضح في درجات الحرارة خصوصا في ساعات الليل. درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 3 درجات في قمم الجبال هناك في جبال الحجر وأيضا دون 20 درجة مئوية غرب جبال الحجر وأيضا كذلك على المناطق الصحراوية. نتابع التفاصيل لأجواء السلطنة للنهار القادم وبداية مع حركة الرياح. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على جنوب السلطنة الساحل الجنوب الشرقي للبلاد تتحول إلى شرقية مع ساعات نهار الغد معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 15 عقدة، والبحر هادئ لمتوسط الموج يصل أقصى ارتفاعا له 1.5 متر ورطوبة نسبية تتراوح بين 60 إلى 90%. على سواحل محافظة مسندم الرياح غدا تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تصل سرعتها إلى 10 عقد، مثل ما لاحظنا هنا شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الواقعة غرب جبال الحجر. البحر يكون متوسط موج على سواحل محافظة مسندم يصل أقصى ارتفاعا له 1.5 متر ورياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا تهب على سواحل بحر عمان، وبالتالي البحر يكون متوسط موج يصل أقصى ارتفاعا له 2 متر ورطوبة جيدة تتراوح بين 70 إلى 90%. إذا مباشرة لأجواء العاصمة مسقط غدا فرص لبعض السحب الممطرة بحول الله ودرجات الحرارة العظمى دون 30 درجة مئوية. 28 العظمى غدا فرستاق مع فرص لبعض السحب الممطرة خلال ساعات نهار الغد وبالأخص فترة المساء. تنتشر كذلك بعض السحب الممطرة أحيانا على أجواء سواحل شمال الباطنة وأيضا أجواء محافظة مسندم في أقصى شمال السلطنة درجة الحرارة العظمى غدا في خصب 30 درجة مئوية. إلى شمال الشرقية أجواء غائمة جزئيا في فترة المساء ودرجة الحرارة 29 في إبرة العظمى 29 كذلك في نزوة مع فرص لبعض السحب الممطرة وكذلك والحال بالنسبة لجبل شمس والعظمى هناك 13 درجة. 29 في عبري مع فرص لتواجد السحب خصوصا على المناطق الجبلية و27 في البريمي مع تواجد السحب كذلك، وإن انتهيت الفرصة قد تكون كذلك بعض الأمطار حاضرة على هذه المحافظتين. إلى جنوب السلطنة تتواجد بعض السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار صلالة 33 درجة وثمريت 28 درجة مئوية. 30 العظمى غدا في هيمة مع انتشار بعض السحب خصوصا في الساعات الأولى من النهار تتشكل بعض السحب على المناطق الصحراوية. وتبقى السحب منتشرة على سواحل محافظة جنوب الشرقية المطلة على بحر العرب وفرص الأمطار محتملة غدا هنا في أجواء الأشخرة وكذلك باقي مناطق محافظة جنوب الشرقية المناطق الجبلية وكذلك صور وسواحلها المطلة على بحر عمان خلال ساعات نهار الغد بحول الله تعالى. عسى أن تتحقق فرص الأمطار وأمطار خير وبركة وأجواء طيبة دائما نتمناها لكم. دمتم بخير وإلى اللقاء.